السلام عليكم ورحمة الله. ننهي اليوم أبحاثنا في قضية العلاقة بين الزوجين بالبحث في العلاقة الجنسية والعلاقة الحميمة بينهما. وهنا لابد أن ننوه على أن هناك في بيئتنا الشرقية خاصة ضعفا في معالجة هذه الأمور، فلا يوجد نقاش، لا يوجد استشارات في حال حدوث خلل في هذه العلاقة، وكذلك حتى الزوجان بين بعضهما لا يتناقشان إذا كان لديهما مشكلة على هذا المستوى. لذلك ترى، ما إن مجلة نسائية تطرح بابا للاستشارات الجنسية حتى تتلقى آلاف الرسائل لأناس لديهم شكاوي في هذا المجال ولم يبدين استعدادهن سابقا لطرح هذا الموضوع مع أي طبيب، مع أي استشاري، مع أي عالم نفس أو اجتماع، إنما وجدوا الفرصة في سرية هذه الرسائل لكي يطرحوا ما لديهم. لذا سأقوم اليوم بوضع نقاط محددة لمناقشتها في هذا الموضوع، لأن الأمر إذا أردنا أن نعممه قد يطول. وإذا أردنا أن نتناول جميع نقاط البحث، لذلك سنركز على نقاط معينة. أولا، دعونا نتكلم عن القبلة التي يقال عنها إنها رسول الغرام بين الزوجين. ولا بد أن نشير إن هناك أشكال أو ظروف كثيرة يمكن للزوجين أن يتبادلان فيها القبل، ويكون فيها تعبير عن المودة، عن الحب، عن الفرحة باللقاء. فمثلا قبل ذهاب الزوج إلى عمله وبعد عودته منه، لماذا لا يقبل زوجته مودعا لها قبل الذهاب وفرحا بلقائها عند العودة؟ قد يعترض أحدهم، هل تريد من الرجل أن يقبل زوجته أمام الأولاد؟ نعم، لماذا لا؟ لنعلمهم ذلك أولا، وثانيا ليس من الضروري أن تكون القبلة تلك القبلة الحميمة التي نراها في الأفلام، بل يمكن أن تكون قبلة رمزية على الجبين، على الخد، أمام الأولاد، فيتعلمون منهما العلاقة الطيبة بين الزوجين ويكون في ذلك قدوة لهم. هنالك قبلة التقدير، قبلة الإعجاب، قبلة الشكر، وهنالك القبلة الحميمة التي هي تكون خاصة بين الزوجين. والقبلة لها عدة نقاط إيجابية، فقد حتى من الناحية الهرمونية وجد أنها ترفع من نسب الأنفيتامين والأدرينالين والأندورفين، وهي من عوامل السعادة في الجسم. وقد وجدت بعض النقاط في الدراسات أن المرأة تحتاج إلى التقبيل أكثر من الرجل، لأن القبلة لديها تشبع فيها رومانسيتها، وأن الرجل يبدأ بالقبلة ليصل إلى ما بعدها، أما المرأة فتستمتع بالقبلة بحد ذاتها. المرأة التي يقبلها زوجها تكون أقل عصبية وأكثر حناناً على أطفالها من تلك المحرومة من القبل. وقد ورد في تقرير هايت، وهو تقرير عن العلاقات بين الزوجين، أن شريحة كبيرة من الرجال يشتكون من عدم حصولهم على تقبيل كاف من شريكة حياتهم. وهنالك أناس بخلاء في القبل على أزواجهم، على زوجاتهم، وحتى على أولادهم. فكثيرا ما نرى رجالا لا يقبلون أولادهم إلا في المناسبات والأعياد الرسمية، وهذا ما يخلق نوعا من الجفاف العاطفي في البيت. النقطة الثانية التي أريد أن أتناولها أن الغريزة الجنسية عند الرجل هي غريزة جاهزة في كل الأوقات وتكون دوما في أوجها، بينما الغريزة الجنسية عند المرأة هي غريزة متقلبة. أولا، لنوضح لماذا هذا الفرق، هنالك سببان لذلك. السبب الأول أن إذا تأملنا في مشاق بناء الأسرة، فهنالك الحمل وصعوباته، ثم الولادة، ثم التربية، ثم تكاليف الحياة، تكاليف الدراسة، الأعباء المادية، الأعباء المعنوية. إذا تأمل الإنسان في هذه الصعوبات، قد يرى يحجم عن نفسه، يحجم عن الزواج، أو يحجم حتى وإن تزوج عن الإتيان بالأولاد،
لأنه يرى أن الموضوع هو موضوع شاق ومعقد ومكلف ويحتاج إلى الكثير من الجهد. لذلك نرى أن العائلات الأوروبية تتأخر في الإنجاب كثيرا، ويكون وفي النهاية عندما يبلغ سن المرأة حوالي 40 من العمر تنجب ولدا واحدا أو قد لا تنجب. كيف يمكن للنسل أن يستمر إذا أحجم الزوجان عن الإتيان بالأولاد بسبب الصعوبات التي يمكن أن يرونها في حياتهم اليومية؟ لابد أن يكون هناك غريزتان قويتان تتغلبان على هذه المصاعب وعلى هذه المشاق بحيث يمكن للنسل أن يستمر. هاتان الغريزتان هما غريزة الأمومة عند المرأة وغريزة الجنسية عند الرجل. لذا تكون الغريزة الجنسية عند الرجل قوية جدا، غريزة الأمومة عند المرأة قوية جدا، بحيث أنهما تتغلبان على مصاعب الحياة ويرغب الطرفان في إنجاب الأولاد. النقطة الثانية أن الرجل يقتصر دوره في العلاقة الحميمة على الإلقاح، والإلقاح هو عمل يستمر لدقائق معدودات، بينما المرأة عندما تستقبل هذا الإلقاح فإنها لديها صعوبات الحمل والولادة والتربية، فهو مشروع يمتد سنوات بالنسبة لها، بينما لا يستمر بالنسبة للرجل إلا دقائق. لذا يكون الرجل جاهزا دوما لأداء عمله الجنسي، بينما المرأة تتريث لأن في عملها الجنسي أحيانا هناك عواقب طويلة الأمد. من ناحية أخرى، غريزة الرجل جاهزة دوما، غريزة جنسية عند الرجل جاهزة دوما وعلى أوجها، بينما عند المرأة هي متقلبة بحسب الظروف والأحوال، فهي متقلبة بحسب مرحلة الدورة الشهرية، ومن ناحية ثانية هي متقلبة بحسب الظروف المحيطة بها. فالمرأة القلقة التي لديها أحد من أفراد أسرتها مريض أو لديها صعوبات في العمل لا تستطيع أن تشعر برغبتها الجنسية كما يجب، فهي يكون لديها تدنٍ في هذه الرغبة، بينما الرجل إذا كان لديه صعوبات يجد أحيانا تعويضا في ممارسة الجنس. لذلك الظروف المحيطة تخلق تفاوتا في رغبة المرأة الجنسية، بينما الظروف المحيطة لا تؤثر على رغبة الرجل الجنسية إن لم تزدها أحيانا. وقد قيل إن الغريزة الجنسية عند الرجل كفرن الغاز يشتعل بسرعة ليصل إلى ذروته خلال ثوان ثم يبرد بسرعة، أما غريزة المرأة فهي كفرن الكهرباء يسخن بشكل تدريجي ويحتاج إلى فترة طويلة كي يبرد. وكما ذكرنا سابقا أن الرجل كائن بصري، فهو يحتاج إلى مثيرات بصرية من أجل أن يستمتع بغريزته الجنسية، والمرأة كائن سمعي تحتاج إلى مثيرات سمعية لضمان إشباعها. نقطة هامة أن الرجل حتى يحصل على إشباعه الجنسي بشكل كامل يحتاج إلى أن تكون زوجته راضية عن العمل الجنسي الذي يقوم به. لذا إذا لم يشعر بتجاوبها ولم يشعر بسعادتها وبلوغها الذروة، فإنه يحدث لديه شعور بالإحباط، حتى أنه قد وصل إلى نشوته الخاصة، ولكن نشوته الحقيقية تكون بالوصول إلى نشوته وإلى شعوره بسعادة زوجته في عمله الجنسي. لذا النساء اللواتي لا يعبرن عن سعادتهن أو عن وصولهن لإشباع أو للذروة أمام أزواجهن غالبا ما يكون سببا في إحباط أزواجهم نتيجة العمل الجنسي. ولا شك أن ربط سعادة الرجل بالعمل الجنسي بسعادة امرأته هو أمر هام، ويجب أن تقدر المرأة ذلك ولا تعتبر أن هذا المطلب أن يشعر الرجل بسعادة زوجته خلال ممارسته العمل الجنسي ألا تشعر أنه مطلب ليس من الضروري أن تعبر عنه أمام زوجها. أيضا من الأمور الهامة أن الرجل قد لا يحتاج إلى مقدمات كثيرة
للدخول في العمل الجنسي، بينما المرأة لا تشبع حاجتها ولا تستمتع إلا إذا كان هناك مقدمات، وكثير من الرجال لا يدركون أهمية هذا الأمر ويهملون هذه المقدمات، مما يؤدي إلى عدم وصول المرأة إلى الإشباع. من المشاكل التي تحدث أن المرأة بما أنها تستطيع التفكير في عدة أمور في وقت واحد، فهي عندما قد يقدم زوجها ليقوما بممارسة العمل الجنسي، فجأة تقول له: هل أقفلت الباب؟ هل أطفأت موقد الغاز؟ هل تسأله بعض الأسئلة التي هي بسبب انشغال فكرها بأمور كثيرة. قد تسأله في تلك اللحظة عن مثلا عن إغلاقه للباب الخارجي للدار، وهل أقفل باب الدار؟ فهو في هذه الحالة يحبط تماما وتزول رغبته الجنسية، لأنه يشعر أن زوجته ليست معه، وأنها لا تبادله المشاعر التي يحملها دها الآن في الوقت الحاضر، وهذا كثيرا ما يؤثر على نشاط الرجل الجنسي ويفقد رغبته وسعادته. بلوغ الذروة أساسي عند الرجل ويكاد يكون مضمونا، فيعني في إذا لم نقل 100% ف 99% من الحالات يبلغ الرجل الذروة. أما عند المرأة فاهتمامه يكون بالعمل الجنسي ككل، وقد لا تبلغ الذروة في كل مرة. ناحية هامة أيضا أن العمل الجنسي هو محصلة للعلاقة بين الزوجين، فلا يمكن لزوجين أن يتشاجرا طوال النهار وأن يتبادلا بعض الألفاظ الجارحة ثم يهرعان مساء للقيام بالعمل الجنسي فيما بعد، وكأن العمل هو عمل بهيمي. إنما العمل الجنسي هو ذروة الحب والوصال بين الزوجين، إذا لابد أن تكون العلاقة طيبة بينهما من أجل الوصول إلى عمل جنسي مريح للطرفين ويزيد في أواصر الحب بينهما، وليس الأمر مجرد عمل ميكانيكي يقوم به أحد الطرفين رغبة منه ويسايره الطرف الآخر بعد أن يكون قد أمضيا اليوم في السباب والشتام وتبادل الاتهامات. في آخر العمل الجنسي يزداد إفراز هرمون الأوكسيتوسين كما ذكرنا سابقا، وهذا يؤدي إلى ازدياد رغبة المرأة في العناق واللمس، لذلك من الخطأ انصراف الرجل عن زوجته بعد انتهاء العمل الجنسي، بل لابد أن يكون هناك فترة يتلامسان فيها كي يتبادلا هذا الشعور بالسعادة. نتكلم الآن عن هرمون، وهو هرمون هام، هو هرمون البرولاكتين. هرمون البرولاكتين هو الهرمون الذي تفرزه المرأة من أجل تنشيط إفراز الحليب في فترة الرضاعة. هذا الهرمون يثبط الرغبة الجنسية، لذلك نرى أن المرأة في فترة الرضاع يكون لديها إجمالا تثبيط لأغريزتها الجنسية، وعلى الرجل أن يقدر ذلك، ويفرز هرمون البرولاكتين عند الرجل بعد انتهاء العمل الجنسي، لذلك أيضا تتثبط رغبته الجنسية لبعض الوقت بعد قيامه بالعمل الجنسي قبل أن يعاود رغبته مرة أخرى. أريد أن أتكلم فكرة عن موضوع التأثير الإعلام على نظرتنا للعمل الجنسي. انتشار وسائل الإعلام المختلفة الغربية منها، والآن بدأت بعض القنوات العربية تلحق بالركب، نلاحظ أن هناك إثارة للرغبات الجنسية، وهناك تشجيعا للعلاقات الجنسية خارج الزواج وللخيانات الزوجية، ويعرض الأمر وكأنه يعني تحت ستار من الرومانسية والعواطف، بحيث أن ترى المشاهد مدفوعا للتضامن والتعاضد والتعاطف مع المرأة الخائنة أو مع الرجل الخائن، بحيث مع الوقت يحدث نوع من غسيل الدماغ يشجع فيه
تشجع فيه الخيانة الجنسية. فنرى كثير من الأفلام، مثلا أنا ذكرت بعض الأمثلة، ففي هناك جسور مقاطعة ماديسون الذي كان للممثلة ميريل ستريب، فهي دخلت في علاقة عاطفية خارج علاقتها الزوجية، وخرج الناس من الفيلم وهم مسرورين بهذه العلاقة الغير شرعية. وكذلك في فيلم لبيانو، البطلة الخرساء تتلقى الدعم المادي من زوجها بينما تتلقى الدعم النفسي والحسي من عشيقها، وهذا من الأفلام التي نجحت أيضا نجاحا باهرا. وكذلك نرى في أحد الأفلام أن الرجل له عشيقة، وهذه العشيقة قد مرضت بسرطان الدم، فترك الرجل زوجته وأصبح ملازما لعشيقته حتى لحظاته الأخيرة. وهنا جميع الناس، جميع المشاهدين تضامنوا مع هذا الرجل الخائن الذي رافق عشيقته، ونسوا أنه في الدرجة الأولى هو مذنب لخيانته الزوجية، بينما تعاطفوا مع تعاطفه مع عشيقته. إذا مع الوقت يحدث لدينا غسيل دماغ حتى نتقبل الخيانات الزوجية. وكلكم تذكرون كيف وقف العالم كله مع الأميرة ديانا عندما تحدثت على التلفاز عن خياناتها الزوجية وبررتها بالوحدة والعزلة، في حين أن الإعلام سارع إلى مهاجمة تشارلز عندما تسربت أخبار خيانته الزوجية مع عشيقته. إذا هناك نظرة عالمية، والآن أصبحت حتى هذه النظرة في المسلسلات العربية وفي الأفلام العربية لتشجيع الخيانات الزوجية والعلاقات غير الشرعية في عالمنا العربي والعالم كله بشكل عام. كذلك هنالك انتشار الأفلام الإباحية التي تعطي صورة مشوهة عن العلاقة الجنسية، فنتيجة الإدمان عليها، وهو كثير ما يشاهد في عالمنا العربي، يحدث تشوه في النظرة إلى العلاقة الجنسية، فلا يحدث إشباع، يتصور المشاهدون أن هذا هو العالم المثالي، هذه العلاقة الجنسية الحقيقية، ويقارنون بين حياتهم الجنسية وهذه الحياة الجنسية التي يرونها على التلفاز أو في السينما، فيصبحون غير راضين عن حياتهم، بينما هي تمثيل بتمثيل وليست معبرة أبدا عن العلاقة الجنسية الحقيقية بين الزوجين. فلذلك لابد أن ندرك هذا الهجوم الذي يأتينا من الغرب، ولكن في الوقت نفسه ظهر في الغرب بعض المصلحين الذين يحاولون استدراك هذه العيوب التي حصلت في العالم نتيجة هذه الأمور. فالنرويج مثلا نجحت الجمعيات النسائية المناهضة لتوظيف جسد المرأة لأغراض دعائية في وقف حملة إعلانية لملابس داخلية نسائية. في فرنسا لدينا جمعية النساء الصحفيات تخصص جائزة للإعلان الأقل جنسية بعد أن طغى الجنس على الإعلانات. وقد قيل نحن نرفض المظاهر المهينة وغير الإنسانية لكائنات إنسانية، الجسد الإنساني ليس سلعة، ونحن لن نشتري المنتجات المعروضة بإعلانات جنسية. أما صديقتنا الدكتورة لورا شليسينجر التي ذكرنا لها مقالات في عدة مرات، فقالت الرجال لا يرغبون في العلاقات الحميمة مع زوجاتهم لمجرد بلوغهم قمة اللذة، ولكنهم لأنهم يشعرون أنها تقربهم عاطفيا من زوجاتهم، لذا على المرأة أن تكون مسرورة أن زوجها يحب قربها. إن أكثر ما يسعد الرجل في هذه العلاقة شعوره أن زوجته تستمع معه، وهذا يظهر الفرق بين العلاقة الجنسية الحلال الطيبة بين الزوجين وبين علاقة الخيانة الشرعية. ولابد أيضا أن أشير قبل نهاية اختتام هذا البحث إلى موضوع المقارنة. موضوع المقارنة هو الذي يحدث عندما ينظر الرجال إلى السيدات في الشوارع، إلى المذيعات في التلفاز، إلى الممثلات، فيقارنون بينه وبين زوجاته. وتنظر النساء إلى الرجال الوسيمين، إلى الرجال الأثرياء، فتقارن بينهن وبين أزواجهم. هذه مقارنة خاطئة. أولا بالنسبة للجمال، الجمال كما ذكرنا هو قد يكون شرطا من شروط الزواج، ولكنه ليس هو الوحيد، لابد من النظر إلى العوامل الأخرى. لذلك كما ذكروا أن الرجل يبحث عن المرأة الجميلة في العلاقات القصيرة، بينما في العلاقات الطويلة إضافة إلى الجمال يبحث عن معايير أخرى تؤمن له الاستقرار والسعادة في بيته.
فهذه مقارنة خاطئة، وكثير من الناس تزوجوا زوجات جميلات ثم شكوا من سلاطة اللسان، شكوا من سوء المعاملة، شكوا من سوء الأخلاق، شكوا من عوامل كثيرة أخرى. إذا الجمال لوحده لا يشكل معيارا أساسيا لاختيار الزوجة. وكما ذكرت لكم سابقا، انظروا إلى جميلات هوليود، كما تزوجنا وتطلقنا. لو كان الجمال هو وحده المطلوب لكنهن أسعد الناس زواجا وأكثرهن استقرارا. فلذلك موضوع المقارنة يجب أن لا ننسى الأخلاق، يجب أن لا ننسى المعايير الدينية إذا كانت تهمنا، يجب أن لا ننسى الأخلاق، الأسرة، يجب أن لا ننسى التربية، العلم، الثقافة، إلى آخره. بالنسبة لموضوع الثراء، طبعا قبل أن أنتقل لموضوع الثراء أريد أن أنوه أيضا أن لو نظرنا إلى صور النساء اللواتي نعجب بهن أحيانا لوجدنا أن هذه الصورة غير معبرة عن الصورة الحقيقية. فأنا أصادف في حياتي المهنية كثيرا من الممثلات والعاملات في الفن، أراهن بحالة المرض وهن بعيدات عن المكياج، بعيدات عن الفوتوشوب، في أراهن في صورة، ولكن بعد أن يذهبن إلى صالونات التجميل وصالونات الشعر تؤخذ لهن الصورة، تعالج بالفوتوشوب، فأنت تراها مختلفة تماما عن صورتها الحقيقية، فهي ليست معبرة عن الصورة الحقيقية، وهي صورة كاذبة تماما، وأكاد لا أعرفها عندما أراها في حالة مرضها، عندما أرى صورتها في الحياة الفنية. أما موضوع الثراء فأيضا هنالك ثراء من مصادر حلال، وهنالك ثراء من مصادر حرام، وهناك سعادة في البيت حتى لو كان الدخل أحيانا لا يكاد يكون يفي بالكماليات، بل هو يفي بالحاجيات والضروريات، وهذا من نعمة الله. فالسعادة ترفرف على القلوب وعلى البيوت بعوامل كثيرة وليست بعاملة واحدة فقط. فلنحمد الله على اللقمة الحلال، ولو كان الحلال في بعض الأحيان ليس بكثرة الحرام. أرجو أن أكون قد قدمت لكم نقاطا أساسية في هذا الموضوع، وإلى محاضرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.